أبدأ هذه التغطية من باريس، معي من هناك مراسل العربية حسين فياض قنيبر. حسين أهلا وسهلا بك، ينعاد عليك عقبال المية. أنت من الرعيل الأول، الرعيل المؤسس لقناة العربية. أولا بداية، أي كلمة في هذه المناسبة، عقدين على انطلاق قناة العربية، قبل أن أبدأ معك الحوار؟ الكلمة الأولى هو أن هذا النهار هو عيد بالفعل، هو ليس ذكرى. الوسيلة الإعلامية لا تصبح مجرد ذكرى إلا إذا خالفت قيما إعلامية تحاول العربية احترامها إلى أقصى حدود، وهي التي ذكرتها في مقدمة النشرة الأولى لك طالب على العربية، والتي قلت فيها إنها قناة تحرص على الموضوعية والمهنية والسرعة في نقل الخبر. إذن اليوم ليس ذكرى بل هو عيد، رغم أن الآلام حولنا في العالم العربي تأتي من كل حب وصوب، لكنه عيد، عيد انطلاقة محطة تحاول قدر الإمكان الحفاظ على نقل الأمانة المعلومة بأمانة إلى المشاهد، لأن المراسل بمفهومي هو مجرد شاهد ينقل إلى المشاهد مشهدا عليه أن ينقله بأمانة وبدقة. نعم. قبل كل شيء حسين، أنت من الإعلاميين والمراسلين المخضرمين، يعني لك باع طويل في أكثر من محطة سواء تلفزيونية وإذاعية، وانضممت إلى العربية في بداياتها. نأتي الآن إلى التجربة الشخصية حسين لو سمحت لي، هل تذكر المرة الأولى التي أطللت بها على قناة العربية مباشرة، وماذا كان الموضوع؟ في الواقع كانت هناك تحضيرات في باريس لتظاهرة ضخمة تنديدا بما كان يحضر له من اجتياح للعراق. تتذكر طالب وأنت كنت على النشرات حينها التي تحدثت عن هذه التحضيرات، الاجتياح الجوي إذا جاز التعبير بدأ في 19 من آذار مارس، والبري في 20 منه. قبل ذلك بأيام تظاهرة باريسية ضخمة، طلب مني أن أحضر تقريرا تجريبيا بايلوت لا يبث، فحضرت هذا البايلوت، ولكن المشرفين على غرفة الأخبار ارتأوا أن يبث هذا التقرير عن التظاهرة الضخمة احتجاجا على ما يحضر له من اجتياح للعراق، وبث في نشرة مسائية كنت أنت تقدمها. كان هذا أول عمل لي، كنت أخشى من وجود ثغرات في التقرير المصور، وأنا القادم كما ذكرت من العمل الإذاعي، كما ذكرت طالب في سؤالك، أنا قادم من عمل إذاعي في إذاعة الشرق استمر لسنوات طويلة، ولكن التقرير المصور في العربية بث ولم يكن مجرد تقرير تجريبي. حسين، يعني بتعرف الأسئلة التقليدية دائما في مثل هكذا مناسبات، أكثر لحظة مؤثرة في حياتك المهنية عبر قناة العربية ما هي؟ أكيد المشاهد يريد أن يعرف. كان هناك مسن عراقي عالق بين سياجين شائكين عند الحدود الصربية المجرية، قال لي إنه مستعد للمخاطرة بحياته للعبور نحو أوروبا، قالها وهو يبكي. مسن سوري أيضا في مليليا الجيب المغربي الذي تحتله إسبانيا، قال لي أنا صاحب عمارات في حلب وأعيش هنا في خيمة، أقصى طموحي هو الحصول على دواء قلب لي. سيدة أيضا من دمشق غادرت دمشق، كانت عالقة عند سياجين شائكين بين المجر وصربيا، قالت لي أنها تريد الحصول على قنينة ماء. مشاهد كانت مؤثرة جدا. كان عملنا عبارة عن مقابلات سياسية وتغطية مؤتمرات دولية وتغطية مفاوضات سياسية طويلة الأمد. العربية قامت في البداية على ما يمكن تسميته الخبطات الإعلامية كما تتذكرها جيدا في الأشهر الأولى طالب، وفي السنوات القليلة الأولى كانت أبرز من بين المقابلة الحصرية التي أجريتها مع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك في قصر الإليزيه، كانت أول مقابلة حصرية يعطيها رئيس فرنسي لقناة عربية، لكن المقابلة التي أحدثت الدوية الأكبر في المشهدين الإعلامي والسياسي كانت تلك التي أجريتها للعربية مع عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري الذي كان واصلا للتو إلى باريس، وأعلن من هنا وخلال المقابلة مع العربية انشقاقه عن النظام. كانت هذه المقابلة التي أحدثت الدوية الأكبر في حياتي. طيب حسين، أيضا هذا لن يمنعني من سؤالك، أكثر لحظة شعرت أنه حياتك في خطر خلال عملك في العربية وفي التغطيات، شعرت أنه خلص حياتك في خطر؟
طبعا لن أقول لك أبدا نطالب أنها كانت فترة تغطية السترات الصفر في باريس. هذه لم تكن فيها مخاطرة بالمعنى الحقيقي للكلمة، إنما كانت في أوكرانيا التي توجهت إليها مرتين قبل بدء الحرب ومرتين خلال الحرب، بل مرة واحدة خلال الحرب في لفيف قصف المطار وهو يقع قرب الفندق الذي كنت أنزل فيه، واستيقظنا عند 5 صباحا على قصف المطار. حاولت المغادرة فورا إلى الحدود البولندية لكننا بقينا بعدها يومين لمزيد من التغطية. بعد ذلك قصفت يافوريف المجاورة للفيف، شعرنا بخوف كبير. طلبت من المصور بعدها المغادرة فورا نحو الحدود البولندية. لا أخفي عليك أنني لست مراسلا حربيا بارعا، أنا أخشى من الحروب لأنني عشت حربا كما تعرف طالب في لبنان دامت 15 سنة. طيب حسين، أبرز الوجوه أو أبرز من تتذكرهم اليوم في العيد العشرين؟ أتذكر أولاً الذين ضحوا بحياتهم من ضمن طواقم العربية حفاظاً على رسالة المحطة وعلى الرسالة الإعلامية عموماً. أتذكرهم فرداً فرداً، لن أخوض في التسميات حتى لا يعني أرتكب خطأ نسياني أحدهم. أتذكر أيضاً الذين جرحوا أو أصيبوا أو فقدوا شيئاً من ذاتهم أو من جسدهم أو أصيبوا بإعاقة. هؤلاء أتذكرهم جيدا اليوم. وأوجه التحية لهم إذا كانوا ما يزالون أحياء، وأوجه التحية إلى ذكراهم إذا كانوا أصبحوا في العالم الآخر. أتذكر الجنود المجهولين في العربية الذين يعني لا توجد مناسبة لكي نتحدث عنهم، من فنيين وتقنيين ومنتجين أو عاملين في أقسام أخرى. هؤلاء الجنود المجهولون أتذكرهم. أتذكر المؤسسين في البداية، وهؤلاء يعرفون أنفسهم، لن أسميهم حتى لا أرتكب خطأ نسيان أحدهم أيضا. أطالب. سؤال وجداني أخير، بماذا سيخبر حسين فياضق نايبر مع حفظ الألقاب أولاده ولاحقا أحفاده إن شاء الله عن قناة العربية باختصار؟ سأقول لهم إنها المحطة التي أعطتني فرصة، ليس فرصة العمل بالضرورة طالب، ما هو أهم من ذلك بكثير، لأن العمل يمكن أن نجده في قنوات أخرى. الأهم من العمل هو أن قناة العربية أعطتني فرصة أن أمارس هذه المهنة مع الحفاظ على أكبر قدر من الحرية كي أحافظ على قيم إعلامية تؤمن بها العربية، سواء في البروموشن الذي تردده دائما دقة وموضوعية، أو في المقدمة التي ذكرتها في نشرتك الأولى على المحطة المهنية والموضوعية والخبر السريع. أعطتني هامشا لأحافظ على هذه القيم الإعلامية، الدقة ثم الدقة والموضوعية ثم الموضوعية، لأن المشاهد ينسى لك 100 خبر صحيح ويبقى عالقا في ذاكرته خبر واحد غير دقيق، فالدقة هي الأساس. وشكرا للعربية التي أعطتنا هذا الهامش للحفاظ على الدقة. شكرا لك حسين، وينعاد عليك عبال 100 سنة. حسين فياضق نايبر مراسل العربية من باريس. لمزيد أيضا في هذه التغطية ينضم إلي من الكويت الآن وزير الإعلام الكويتي الأسبق الدكتور سعد بن طفلة العجمي. دكتور سعد، أهلا وسهلا بك، أنت من الوجوه الأولى التي أطلت عبر قناة العربية، سواء في البرامج كمحلل كمثقف، حتى يعني في برنامج حوار العرب معي استضفتك أكثر من مرة، في برنامج تحت الضوء. ما الذي يعنيه بالنسبة إليك دكتور سعد العربية، ولماذا أنت كمثقف مع حفظ الألقاب تشاهد العربية؟ أحييك يا صديقي ومشاهديك الكرام، وأقول لكم ولنا جميعا كل عام وأنتم بخير. نعاد عليك إن شاء الله. بأن مثل ما تفضلت أنا يعني عايشت العربية منذ خطواتها الأولى، وكنت يعني ممن سايروا مسيرتها وعايشوا مسيرتها منذ انطلاقتها قبل 20 عام. وأنا الحقيقة أشعر بأنني من أهل الدار من كثر ما أنا تابعت العربية، ومثل ما تفضلت نحن الضيوف وأنت رب المنزل يا دكتور سعد. العفو يا سيدي، شكرا جزيلا. والعربية يعني نافذة واسعة على الموضوعية والمهنية والحقيقة، وأعتقد بأن هذه النافذة يعني كفتنا الكثير من فتح نوافذ أخرى كنا نضطر، أو كان المشاهد العربي يضطر إلى اللجوء إليها بسبب قلة النوافذ. فكان من خلال
نافذة العربية يتنفس كثيرا من الموضوعية وكثيرا من الدقة وكثيرا من سرعة الخبر. الذي يميز العربية حقيقة، وأنا أقولها يعني كأحد أولئك الذين مارسوا أو استمتعوا بتلك الميزة، هي أنني قد خرجت وآخرين على قناة العربية لننتقد العربية، وكانت تقبل هذا الانتقاد، وهذه من النوادر الحقيقة في إعلامنا العربي. تعرف في إعلامنا العربي يجب أن تشيد فقط نقطة وأن تقول بأن كل شيء على ما يرام. لابد من النقد للعربية من أجل المزيد من العطاء، لأنني أعتقد بأن زاد العطاء في الإعلام هو بنقده، والإعلام الذي لا يتعرض للنقد والجدل أحد أمرين، إما أنه قرآن منزل وهذا غير موجود، وإما أنه آلة أو كامل وهذا أيضا غير موجود. أنا أعتقد بأن ما لا يثير الجدل ليس بإعلامي وليس له ثمن، والعربية هي النافذة التي تثير الجدل وتعطي الخبر وتعطي الموضوعية وتعطي المهنية. دكتور سعد، يعني رائع جدا، خصوصا مصطلح النقد. يعني الناس بيفهموا النقد على أنه شيء سيء، علما أن النقد يعني كمصطلح هو قراءة أي شيء قراءة علمية. سأسألك بعد قليل عن يعني عن العربية، هل هي خارج مستوى النقد؟ ما لها وما عليها؟ ولكن تعرف المشاهدين يريدون أن أسألك بعض الأسئلة التقليدية. أولا، ما الذي تتذكره أكثر من غيره من أحداث تبعتها على قناة العربية دكتور سعد؟ أعتقد بأن الأهم في مسيرة العربية كان بداية انطلاقتها، ولنعترف بأنها قد مرت بمطبات إعلامية هائلة في البداية، لأنها تزامنت مع حرب إسقاط نظام صدام حسين، أي تلك الانطلاقة. وكان على الأقل من الزاوية الكويتية ومن الزاوية العراقية نتابع العربية ونقارنها بالتغطيات الأخرى، فكان من الواضح تماما بأنها مرت بمطبات إعلامية كبرى، ربما نتيجة أن دائما الخطوات الأولى ويعني هي التي تكون متعثرة في البداية. هذا التعثر ربما زادها صلابة فيما بعد، وهو ما أوصلها إلى ما أوصلها إليه اليوم، بمعنى أنها لم تقل منذ البداية أنا شاشة كاملة، ولا أعتقد بأنها ستجرؤ لا اليوم ولا بعد ألف سنة بأن تقول أنا الشاشة الكاملة. لذلك هي تقدم نفسها دوما بأنها الأقرب إلى الحقيقة، تحاول بكل تواضع أن تقول أنا مو الحقيقة ولكني الأقرب إلى الحقيقة، وهذا بحد ذاته انعكاس، يعني هذا الشعار بحد ذاته يعكس مهنية. دكتور سعد، هل كان هنالك ضرورة إعلامية وسياسية ماسة لوجود قناة العربية، لذلك كانت العربية أم لا؟ برأيك الأمر يتعلق بالسوق الإعلامي، حسابات الربع والخسارة؟ سأترك الربح والخسارة يعني للآخرين، لكن أنا أتكلم عن الضرورة القصوى لوجود منظار ينظر من خلال المشاهد العربي إلى ما يجري حوله من أحداث. ما غطته وتغطيه العربية وما قدمته من تضحيات وما قدمته من جهد وما قدمته من حتى توتر، وأنا أعرف الحقيقة كثير من العاملين في العربية الذين يعني تعرضوا إلى كثير من التوتر وكثير من الضغوط، لأن أعرفهم الله يعينكم، أنا أعرف أنت أيضا أستاذ يعني كنعان من الذين يعني يتعرضون ويعيشون هذا التوتر، ولكن يجب أن تدركوا بأن المشاهد الكريم يقدر لكم هذه التضحيات ويقدر بأنكم تعيشون على أعصابكم أحيانا وعلى حبل مشدود، من أجل أولا السرعة من ناحية، المهنية من ناحية أخرى، والموضوعية، وفي نفس الوقت لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن ترضي كل المشاهدين، وهنا يكون التواضع وهنا يكون يعني جزء من عظمة. شكرا لهذه الشهادة. سؤال أخير دكتور سعد، كما قلنا لا شيء خارج إطار النقد والعربية ليست فوق النقد، هل يمكن إعطاء قراءة نقدية وافية الآن لقناة العربية ما لها وما عليها؟ لا، وافية معناتها راح أقعد معاك لليل بس يعني لأنه ما في شيء وافي، لكن أعتقد بأن يعني يكفي أن نقول بأن العربية تقبل هامش واسع من النقد لها على شاشتها، وهذا يسجل لها، وهذا دليل على نضجها
بعد مرور عقدين على إنشائها، وأتمنى لها طول العمر وطول الاستمرار وطول ومزيد من المهنية والموضوعية والقرب من الحقيقة. نعم، نتمنى لك موفور الصحة، وينعاد عليك الدكتور سعد بن طفلة العجمي وزير الإعلام الكويتي الأسبق من الكويت. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أنا بعتقد من اللحظات الأولى كان واضح العربية أنه ستكون هي المحطة العربية التي لن تقف. ومن اللحظات الأولى أنا وزملائي اللي كانوا أفضل مني حتى كان في إحساس أنه هذا النجاح مؤكد ومستمر، والعربية ماضية، والعربية حقيقة الآن أنا بعتقد أنه بالوطن العربي كل العرب يتابعوا العربية. العربية قناة مهمة جدا في الإعلام العربي وقناة رئيسية. الإعلام العربي يعاني من النقص، بلاش نبالغ أكتر من كده، النقص في المهنية وبالتالي في المصداقية. العربية سدت جزء كبير من هذا النقص. وقبل أن نواصل التغطية أعزائي المشاهدين، نتابع معكم لمحات من تاريخ مذيعي ومذيعات العربية. نسأل الله السلامة من مقالب بعض الزملاء. أفاد مراسل العربية أن القوات الأمريكية نشرت الأخبار المفصلة من العربية. أهلا رائد الكاظمي عضو مكتب الصدر في بغداد، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى الذين لقوا حتفهم في العراق منذ اندلاع الحرب عام 2003. أخبار السادسة بتوقيت جرينتش من العربية، منهم صالح العوفي القيادي البارز في تنظيم القاعدة. وقال المتحدث باسم اللجنة المشرفة على الانتخاب، عقد في غياب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. معي الآن في الاستوديو زميل زياد عبيدات المذيع الرياضي في قناة العربية. زياد، ذكريات يا طالب. ينعاد عليك وعقبال 100 سنة. كل عام وأنتم بخير، كل عام والعربية وجميع الزملاء إن شاء الله بألف خير. أتشرف طالب بأنني كنت أول مذيع في قناة العربية، أول من قدم نشرة أخبار الرياضة في قناة العربية. أتشرف أيضا بالجلوس أمام أول شخص وأول مذيع ظهر على شاشة العربية. عم بتزيد علي يا زياد. طبعا أنا كان عمري أيامها 17 سنة. أنت كل ما بتكبر بتصغر أكثر. صحيح، بصغر. إلا أنا. طيب زياد، أهلا وسهلا بك. أنت من الرعيل الأول، الرعيل المؤسس. ما الذي تتذكره فعليا وتحديدا من تلك المرحلة وكيف كانت؟ يعني أنا بذكر أنه نحن جينا، أنا جيت لهون بسبتمبر، وكانت مرحلة التأسيس والتحضير شي 6 أشهر. كنا مثلا نوعى الساعة 5 صباحا، نجي لهون نعمل حوالي 4-5 نشرات ريهيرسل، يعني تحضير، وكان الزملاء عم ينضموا لنا تباعا. أنتم في قسم الرياضة كنتم موجودين أيضا في مرحلة التأسيس، شو اللي بتتذكر من تلك المرحلة وكيف كانت؟ أتذكر كل شيء طالب. طبعا التحضيرات بدأت بقيادة عراب الرياضة في ذلك الوقت، رئيس القسم الرياضي الأستاذ حيدر الوتار. حيدر زرع فينا الثقة من البداية، بدأ معنا من الصفر حتى نقدم أجمل محتوى للسادة المشاهدين في الوطن العربي. حيدر علمنا كل شيء. أوكي، يعني وكأننا جايين للإعلام لأول مرة. ساعات العمل امتدت من 8 إلى 10 ساعات يوميا لمدة من 4 إلى 5 أشهر. طبعا كنا معكم خلال النشرات التجريبية على مدى هذه الشهور. يوم الانطلاقة طالب كان الأجمل، الجميع بحالة تأهب. توجهت إلى الاستوديو، ظليت أتفرج على الكرسي فقط،
كرسي الأخبار اللي بدي أجلس عليه وأقدم أول نشرة أخبار في قناة العربية. أو ذاكر أيمتى وشو كان الخبر زياد؟ أول خبر عن بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في الإمارات. أي ساعة ذاكر بأي نشرة؟ الساعة 7 مساء بتوقيت دبي. دبي أول ضيف كان سعادة مطر الطاير مدير هيئة الطرق والمواصلات حاليا في دبي. خلال هاي اللحظات قبل الانطلاق قبل ما أروح على الكرسي التهيت ونسيت النشرة، جالس مع أحد الزملاء واحد بيحكي يا زياد النشرة نسيت. طلعت على كرسي الأخبار قبل ثواني معدودة. هنا بدأ تاريخي الاحترافي في قناة العربية. هذه أخبار الرياضة من قناة العربية. أهلا بكم. كنت متهيب من تلك اللحظة شي زياد؟ خايف؟ خلينا نحكي صح. ليلة الانطلاقة كان في خوف. يعني ظليت أشوف طول الليل إنه ملايين من الناس بتابعونا. يوم الانطلاقة أبدا اختفى كل هذا الأمر بسبب دعم أستاذنا العزيز حيدر الوتار. أعطانا في أفشات هيك مضحكة صارت معكم أو أحداث ممكن تخبرنا أو وتقولون للمشاهد في هذا التاريخ الطويل والحافل؟ شوف، خلال التحضيرات يعني كلنا أجينا من بلدان مختلفة، اللي أجا من الأردن، اللي أجا من تونس، اللي أجا من المغرب، يعني اللهجات كانت مختلفة تماما. زميلنا العزيز حماد القردبو تونسي، واللهجة التونسية طبعا مختلفة تماما عن اللهجة الأردنية طبعا. يتصل مع مراسل العربية في الأردن محمد العزة، يطلب منه تقرير مثلا عن كرة القدم، محمد روح يودي تقرير عن كرة السلة، حماد يتصل يعاتب ويعمل مشاكل مع محمد العزة. بالأخير المراسل محمد العزة حكى له والله يا حمادي والله ما بفهم عليك شو بتحكي. على كل زياد ينعاد عليك وشكرا جزيلا لك، دائما أنت من الرعيل الأول والرعيل المؤسس، يعطيكم ألف عافية. كل عام وأنتم بخير. ينعاد عليك وإلى مزيد من التقدم. كل عام وأنتم بخير. منذ بدايات العربية كان قدرها تغطيات موسعة في مختلف بلدان العالم لأحداث لم ولن تنسى، جهود كبيرة بذلها مراسلو العربية ولا يزالون لتعرفوا أكثر. نستذكر معكم هنا بعض تغطيات العربية قبل نحو 20 عاما. يشهد عدد من المدن والمناطق الأفغانية موجة من العنف المتقطع عشية الانتخابات التاريخية. أضاف الملا عبيد في تسجيل صوتي حصلت عليه العربية، لذلك فإننا لن نقبل هذه الانتخابات فيما يتعلق بنوعية الحبر الذي يصبغ به إبهام الناخبين. حث الرئيس الأمريكي جورج بوش الأمريكيين على التفكير في مسألة الأمن. تتجه أنظار العالم صوب الولايات المتحدة حيث يتوجه بعد ساعات أكثر من 100 مليون ناخب أمريكي إلى صناديق الاقتراع. ولاية تكساس تعتبر معقلا ليس للجمهوريين وحسب. كافة الفصائل الفلسطينية إلى التكاتف، استمرار عمل جميع الهيئات القيادية في إطار السلطة الوطنية. الفحوص التي أجريت حتى الآن تستبعد وجود أي علامة لسرطان الدم. على بعد أمتار من هنا يرقد أبو عمار مترنحا بين الحياة والموت. تحضيراً لدفن جثمان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، مرحلة تاريخية جديدة بدأت برحيل عرفات. ارتفعت حصيلة الكارثة الطبيعية التي ضربت منطقة جنوب آسيا إلى نحو 10,000 قتيل. We'll be right back.
الزلزال الذي بلغت قوته 8.9 على مقياس ريختر صنف على أنه خامس أقوى زلزال يضرب العالم. هناك حالة من الفوضى وتم سحب عدد كبير من أهالي القرى الذين حاولوا العودة إلى مناطق المنكوبة. قرى كاملة مدمرة ومدن مشلولة تاما. الحصيلة المرشحة للزيادة كل ساعة تحدثت عن مقتل ما لا يقل عن 30,000 شخص في 7 دول. أعزائي المشاهدين، هذه التغطية مستمرة تصحبكم في الساعة المقبلة. الزميلة ريما مكتبي، أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.